أول إشي عندنا تعريف الكومبريشن ممبر، طبعاً هو مر عنا بالستركشر 1 و 2، مر علينا كمان بالRC، يعني مش أول مرة، لكن خلينا نعمل تذكير بسيط. العناصر الكومبريشن ممبر هي structural elements، هي عناصر إنشائية subjected only to axial compressive force، خاضعة فقط لقوة ضغط محورية، والمقصود محورية أنها تمر ب محور العنصر الإنشائي. Loads are applied along the longitudinal axis through the centroid of the member cross section. طبعاً إحنا عارفين إنه اللود ممكن تكون concentric compression force، مركزية ممكن تكون أو لا مركزية. إحنا مهتمين فقط بالكونسنتريك، يعني إذا كان عندنا عمود أنا بدي تكون الكومبريشن فورس مطبقة بالسنترويد، هاي الكومبريشن فورس جاية بسنتر الجسم، هذا اللي إحنا مهتمين فيه بدون إكسنتريسيتي، بدون لا يكون في إلها شفت عن السنترويد زي ما تعلمنا بالRC2. فإذا الكومبريشن ممبر ستراكشرال إليمنت سبجكت تو أونلي فقط أكزيال كومبريسيف فورس، قوة ضغط محورية، وتمر بالسنترويد للمقطع. لودز آر أبلايد ألونج ذا لونجيتيودينال أكسس، هاي اللونجيتيودينال أكسس هيك زي كأني أتخيل في عندي هون محور طولي، هذا المحور الطولي بمر بسنترويد الجسم، أو بمعنى آخر بسنترويد الكروس سكشن، يعني إحنا لو جينا عملنا مقطع هون فهو بمر بالسنترويد، وهو جاي بالسنتر، سنتر اوف جرافيتي. The longitudinal axis through the centroid of the member cross section. طب وين بلاقي هذه الكومبريشن ممبر بالستيل ستراكشر او شو تطبيقاتها؟ واحد كولوم ان بيلدينجز اند بريدج، بتكون موجوده بالابنيه، الاعمده زي ما احنا عارفين بالشكل الاعتيادي انها تكون موجوده بالابنيه او بالجسور. جسور مشاة، جسر سيارات، جسر فوق مسطح مائي، كل هاي الجسور بتكون الأعمدة steel structure. أو ممكن بالتراس ممبر، إذا كان في عندي تراس ممبر تعلمنا كنا لما يكون في عندنا تراس، بغض النظر شو نوع هذا التراس، مثلا simply supported وعليه load، احنا كنا نعمل تحليل analysis، فكان ممكن يكون في عندي عناصر فيها tension وعناصر فيها compression، tension مثلا compression compression، كنا نعمل احنا structural analysis. فانتوا كنتوا حاطين دائما تحددوا الفورس وبتحطوا بين قوسين هاي الفورس بهذا الممبر، مثلا A B C D، اذا كنتوا تحكوا ممبر A B تحطوا قيمة الفورس وتحكوا tension، مثلا ممبر A C تحطوا قيمة اللود وتحكوا بين قوسين compression. فهاي الإليمنت اللي جاي عليه تنشن بتعامل معه زي chapter 1 tension member، وبصممه على إنه tension member، بينما هذا الممبر اللي عليه compression force بتعامل معه زي كأنه compression member، وبصممه على إنه compression زي ما حنتعلم إن شاء الله. فالتراس ممبرز برضو فيها compression member وcomponent of a bracing system. البريسنج system اللي هو بيكون تدعيم، مثلا لو كان عندنا frame وأنا بدي أمنع يكون إنه في swaying، بجب أحط بريس. فهذا البريسنج لو إجي تحلل لو في إشي حيكون في كومبريشن وفي إشي حيكون في تنشن. فهاي أماكن تواجد وتطبيقات الكومبريشن ممبر. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طيب، في مفاهيم رح تتكرر معنا خلال المادة. في عندي مفهوم كولوم، مفهوم بيم كولوم، مفهوم سترات. الكولوم a vertical member whose primary function to support vertical loads، وعبارة عن vertical member يعني الorientation له عمودي، والهدف الأساسي منه أنه يدعم الأحمال العمودية أو الشاقولية. beam column، في عنا مفهوم beam column إن شاء الله حنمر عليه بشابتر من chapters بمادة، هو structural member عنصر إنشائي subject to both bending moment and axial load. فإذا صار هذا الممبر بغض النظر الاورينتيشن اللي vertical أو horizontal كان خاضع لبندينج مومنت وكان خاضع لأكسيال لود بسميه بيم كولوم.
لأنه البيم هي اللي بتقاوم. إحنا يعني عارفين إنه البيم هي بنصممها وبنحللها بشكل أساسي إنها تقاوم bending moment، بينما الكولوم بتعامل معه إنه يعني سواء تصميم أو تحليل إنه بيقاوم بشكل أساسي axial load. ففكرة إنه تسميناها بيم كولوم عشان نعطي إيحاء إنه في عنا bending moment، في هجوم دوران، وفي عنا axial load، عشان هيك سميناها بيم كولوم. آخر عندنا إشي اسمه سترات. السترات هو compression member لكن أبعاده صغيرة مقارنة بالكولوم، مفهوم السترات. هاي المفاهيم ممكن تتكرر معنا إن شاء الله، فإحنا خلينا نكون عارفين شو المقصود ببيم، بيم كولوم وسترات. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ إحنا اللي بيهمنا ندخل على الثيوري اللي بنستخدمها بالأناليسيس ونستخدمها بالديزاين. كولوم ثيوري يمكن أخذتوها كمان بالديفرنشال باليولر باكلينج لود، ما بعرف يمكن أخذتوها أو لا، بس إحنا حنتعامل كأنه أول مرة تمر علينا. في عنا جبنا مقطع من الفولاذ طبقنا عليه لود، نلاحظ إنها أكزيال لود وبتمر بالسنتر وكمبريشن فورس. كيف عرفنا كمبريشن؟ إنها تند تو شورتينينج ذا ممبر، إنها بتميل إنها تصغر طول العنصر الإنشائي، بينما التنشن فورس بتعمل الونجيشن، بتعمل استطالة بالعنصر الإنشائي. فعندنا هون كومبريشن فورس. If the axial load B is slowly applied، طبقناها ببطء وزدناها تدريجيا، it will become large enough، بلشت أنا أزيد تدريجيا بهاي اللود، حتصل لقيمة تكون large enough to cause the member to become unstable، ليصل لمرحلة إنه عدم الاستقرار. إحنا عارفين انه الفيلير بمواد الاستراكشر، لما نحكي عن الاستراكشر، اما بيكون ستابيليتي فيلير او ماتيريال فيلير. الماتيريال فيلير يعني مثلا بحاله الستيل، اما يصير عندي فراكتشر، الماده انكسرت او صارت وصلت اجهاد الخضوع، صار عليها ييلد نيكينج، فاما صار فيها كسر خلاص فشلت او صار فيها ييلد، فهذا ماتيريال فيلير. الستابيليتي فيلير ممكن الممبر ما تاثر ولا صار عليه اي شيء، لكن بطل مستقر، بطل ثابت بموقعه، بطل قادر على انه يشيل الاحمال اللي خاضع لها. ودائما انا بالكولوم بشبه الطلاب انه العمود اللي بيصير في ستابيليتي فيلير زي كانك جبت مسطره بلاستيك وضغطتها بايديك من فوق ومن تحت، فحيصير فيها تقوس بهذا الشكل. بتشيل ايديك بيرجع المسطره زي ما هي، لا هي انكسرت ولا صار فيها تشوه تخصر، فهذا الاستابيليتي فيلير. لكن هل هو فيلير؟ فيلير، لكن شو الفيلير؟ مش ماتيريال فيلير، بنسميه استابيليتي فيلير، حاله من عدم الاستقرار. وهذا العمود بعد ما صار فيه هذا الانبعاج او هذا التقوس وبطل قادر على انه يقاوم الاحمال المطبقه عليه. والماتيريال فيلير بالكولوم دائما بشبهه للطلاب زي كانك جبت علبه بيبسي او كولا معدن المعدنيه وجبت هاي وضغطتها من فوق ومن تحت، فحيصير فيها حتقصر وحيصير فيها تشوه من الداخل. لما تشيل ايديك ما رح ترجع زي ما كانت، لانه صار تشوه بالماده وليس تشوه بحاله استقرار، ان صار في عندي فيلير بالماتيريال نفسها. فهذا المقصود بالفيلير ستابيليتي، كيعني ابسط مفهوم عشان تقدر تتخيله. وعلبه البيبسي وعلبه الفيفا هي اكبر مثال على الماتيريال فيلير. متى الماده بتتصرف بالتصرف الاول يكون، او العمود يتصرف من خلال انه يصير فيه ستابيليتي فيلير، او متى العمود بتتصرف انه يصير فيه ماتيريال فيلير؟ من خلال شيء اسمه سلندرنس ريشيو، هسه حنتعلم عليها. لكن قبل هيك الفكرة انه بلاحظ انه العمود الاول بسميه سلندر وحيصير فيه ستابيليتي فيلير، والعمود الثاني بسميه ستوكي كولوم، سلندر نحيف، وستوكي معناها مكتنز يعني ناصح. والستوكي كولوم حيصير فيه ماتيريال فيلير. احنا هنتعلم شو الحد الفاصل اللي العمود بتصرف بهذا الشكل او بتصرف بهذا الشكل. طيب، فاذا زي ما حكينا جبنا عمود زي ما موجود عندنا بالشكل الاول A، طبقنا عليه لود سلولي،
وزدناها تدريجيا فصار في عندي العمود غير مستقر. كيف عرفت انه مستقر؟ شايفين الخط المتقطع هذا هو سنتر العمود، صار بعد تطبيق اللود صار عليه انبعاج او تقوس، يعني صار العمود هيك شكله نتيجة تطبيق هذا اللود، انبعج او تقوس او ما في غير يعني مفهومين، انبعاج او تقوس. بنسمي هذا الانبعاج او تقوس باكلينج. The member said to have buckled. صار عليه انبعاج او تقوس. And the load is called critical buckling load. هذه اللود B اللي كانت زدتها تدريجيا من لحظة الصفر لحد ما صار في عندي buckling B maximum. هاي اللود بسميها الباكلينج لود. بديهي يعني اللود اللي سببت في الانبعاج بسميها حمل الانبعاج، او اللود اللي سبب في التقوس بسميه حمل التقوس. هاي نسبة للعالم اللي يعني طلع هاي ثيوري يولر لود او يولر باكلينج لود. فكلهم نفس، اما بسميها كريتيكال باكلينج لود او يولر لود او يولر باكلينج لود. برمز لها بالرمز بي سي ار، من جاية من كريتيكال. The value of critical load can be obtained by the equation in the book below اللي حنشوفه اللي موجود عندنا بالسلايد الثانية. لكن لغاية الآن حد عنده سؤال أو استفسار؟ أشكال الفيلير بمقاطع الستيل الخاضع للكمبريشن، يعني أنا عندي مقطع ستيل خاضع للكمبريشن، إما بيصير stability failure أو material failure. والأشهر stability failure سببه إنه حنشوف انه الكروس سيكشن صغير نسبيا بالنسبه للطول، فبالتالي هذا العمود بتصرف عنه عمود نحيف اللي هو سلندر كولم، وبصير في تقوس على طوله، هذا التقوس بنسميه باكلينج. اما العمود القصير او المكتنز حيصير فيه ماتيريال فيلير، ما حيصير فيه انبعاج لانه مداه قصير، او خلينا نحكي الكروس سيكشن كبير نسبيا بالنسبه للطول، ما حيصير في شكل هذا التقوس، ما حيحصل عندي، لكن حيصير في عندي تشوه بالماتيريال، يا بينكسر المقطع يا بصير عليه ييلد. تمام؟ لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ وعشان دائما أنت ما تنساها، يعني تخيل العمود النحيف زي مسطرة بلاستيك ثنيتها بإيدي من فوق ومن تحت حتتقوس. هذا تصرف العمود النحيف. العمود الطويل علبة بيبسي، علبة فيفا، يعني شو ما كان الهاي معدنية اللي أنا قصدي عنها، جيت ضغطها من فوق ومن تحت شلت إيدي بظلها زي ما هي، صار تشوه دائم بالماتيريال. يا حيصير فيها كسر، في أجزاء ممكن تنكسر من المعدن، وفي أجزاء وصلت اليلد إجهاد الخضوع. فهذا التصرف الأول وهذا التصرف الثاني. قيمة اللود بتوصل العمود لهذا التقوس أو هذا الانبعاج بنسميها يولر باكلينج لود، اللي هي موجودة عندنا بهاي السلايد بي كريتيكال باي تربيع الاي اللي هو ايش الاي؟ مين يحكي لنا؟ موديولس اوف الاستيسيتي، احسنتم. كم قيمتها بالكي اس اي؟ كم قيمتها بالكي اس اي مش بالميجا باسكال؟ مين يحكي لنا كم قيمتها بالكي اس اي؟ 29000 كي اس اي، احسنتي 29000، وهذا حفظ الرقم. الاي المومنت اوف انرشا اوف ذا كروس سكشن وذ ريسبكت تو ماينر برنسبل اكسس، للمحور الماينر. احنا في عندنا ميجر وماينر، محور اساسي ومحور للكروس سكشن. مثلا لو كان عندنا اي شيب في عنا محورين، محور X محور Y، الـ X major والـ Y minor على الأغلب. طبعاً ممكن يختلف الـ orientation حسب قيمة الـ moment of inertia، فأنا بختار للـ minor axis، بمعنى آخر بدي أختار الـ I الأقل. والـ L الـ length of the member between point of supports، ضروري نكون فاهمين انه between point of support، يعني هاي عندي انا هذا العمود، خلينا افترض انه بين السبورت، افترضت انه فانا between point of support هذا اللينك، فاي المودولس اوف لاستي اوف ذا ماتيريال اللي هي بهون حالتنا ستيل حتكون 229000 كي اس اي، لو 200000 ميجا باسكال، بس احنا مش مهتمين هسه. الاي ذا مومنت اوف انرشا اوف ذا كروس سكشن للماينر برنسبل اكسس، والال اللينك اوف ممبر between point of support
في عندي conditions، في عندي شروط عشان هاي العلاقة تتطبق. إذا ما تحققت هاي الشروط شو لازم نعمل؟ في عندنا شروط لهاي العلاقة، إذا ما تحققت شو لازم نعمل؟ يكون material failure. لا يعني مثلا جيتي انت على العمود انا حاط لك شرطين، الشرط الاول member must be elastic، والشرط الثاني انه يكون ال end condition bin or hinge. نفرض انه الممبر ما كان بحاله الالاستيك، او نفرض انه العمود ما كان support bin او hinge، كان fixed، كان رولر. بهاي الحاله ايش بدنا نعمل؟ إذا ما انطبقت هاي الشروط لازم يكون في عندي modification factor، لازم يكون في عندي معاملات تصحيح، حنتعلمهم قدام شوي. بس دائما خليها ببالك أن العلاقة إلها شروط. ليش شروط؟ لأنه العالم يولر لما اشتق هاي العلاقة، العمود اللي اشتغل عليه كان إلاستيك وكان الـ end condition إله بن، فطلع العلاقة على هذا الأساس. طب أنا جيت ما اشتغلت بالإلاستيك زون، ستيل ما كان إلاستيك. أو لنفرض أن العمود اللي قاعد بدي أدرس اليولر باكلينج لود أحسبها إله ما كان بن سبورتد أو هنج سبورتد، كان فيكست، كان فيكست فري، كان بن رولر. بدي أستخدم العلاقة لازم يكون في عندي معامل تصحيح بحيث إني أنا أقدر أتعامل مع هاي العلاقة، وحنشوف هاي المعاملات. فإذا العلاقة هاي لها شروط. ليش الشروط؟ منين إجت؟ لأن العالم لما اشتق هاي المعادلة، العالم يولر لما اشتق هاي المعادلة، العمود اللي فحصه كان بالإلاستيك، كان حديد الستيل بالإلاستيك، وكمان كان السبورتس اللي حطها لهذا العمود كانت بن أو هنج. End أو بمعنى آخر end must be free to rotate but not translate laterally، إنه مسموح إنها تلف لكن مش مسموح إنها تتحرك بشكل جانبي، مش مسموح. وحنشوف احنا ان شاء الله الكيسز بقدام شوي بالشابتر. لغايه الان حدا عنده سؤال او استفسار؟ طيب احنا الكريتيكال باكلينج لود، بي كريتيكال قيمته بتساوي باي تربيع، كم قيمته؟ مين يحكي لنا؟ باي تربيع، وين راحت المعادلة؟ أنا بدي المعادلة الأساسية. إي آي. ها؟ على ال تربيع. على ال تربيع. على ال تربيع. شكرا لك. مين شكرا عشان أعرف الاسم؟ حنان مهند. حنان؟ ماشي، ما عرفت صوتك. شكرا يا حنان. طيب فالبي كريتيكال باي تربيع إي آي على ال تربيع، هاي لود. صح؟ أنا بدي أطلع ستريس. شو علاقة اللود بالستريس؟ الستريس هو اللود على الاريا. أحسنتي، اللود على الاريا. فأنا بدي أقسم بي كريتيكال على الاريا، صح؟ عشان أطلع اف كريتيكال، صح ولا لا؟ صح. تمام. فأنا عندي هون باي تربيع اي اي ال تربيع مضروبة في الاريا، صح ولا لا؟ صح. تمام. طب انا بدي علاقة تربط بين الاي والاريا، شو هي العلاقة؟ الراديوس اوف جايريشن. راديوس اوف جايريشن. ايش بيساوي الراديوس اوف جايريشن؟ ار شو بتساوي؟ جذر اي على اي. جذر الاي على اي. جذر الاي على اي. طب ربعنا الطرفين، ار تربيع شو بتساوي؟ اي على اي. هاي المعادلة الأولى وهاي المعادلة الثانية. إذا بلاحظ اي على اي شو بقدر أعوض عنها؟ ار تربيع اي ال تربيع اي، بقدر أكتبها بهاي الصيغة بي اي تربيع اي ال تربيع مضروبة في اي على اي. اي على اي في ايش؟
آر تربية. طيب طيب في عندي علاقة ال على ار، ايش هاي ال على ار؟ ستاندردنس ريشيو، معامل النحافة صح؟ ومرت علينا بايش؟ ديزاين لتنشن ممبر. طيب بقدر استفيد من هاي العلاقة واربطها بهاي؟ ايه بنقدر بناخدها وبنربحها وبنحطها بالقانون صح. فطلعوا لو انا اطلعت عليها هي باي تربيع اي مضروبه في ار تربيع على ال تربيع اللي هو ايش؟ السلندرنس ريشيو، لكن ايش؟ مربعه وكمان شو عاملين فيها؟ ومقلوبه. مقلوبها فصارت هيك، بقدر اكتبها باي تربيع اي على ال على ار الكل تربيع، وهاي هي العلاقة الموجودة عندنا اللي بنطلع منها الكريتيكال ستريس. أعيد، إحنا طلعنا على العلاقة هاي صارت باي تربيع E مضروبة في R تربيع على L تربيع، يعني هي هيك باي تربيع E واحد على L على R الكل تربيع، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح مهندس. أنا بتكونوا مقتنعين مصدقين إنه صح. السلندرنس ريشيو L على R، وأنا عندي R على L ومربعة، طلعت التربيع برا وحكيت إنها هاي مقلوب السلندرنس ريشيو، فصارت F كريتيكال باي تربيع E على السلندرنس ريشيو تربيع. ليش؟ لأنه إحنا حكينا الحد الفاصل بين إنه يكون الكولوم ستوكي وسلندر هي السلندرنس ريشيو النحافة. وعشان نلاحظ انه كل ما كان المقطع اكثر نحافه حتكون الاف كريتيكال ايش؟ هاي العلاقه بيناتهم ايش؟ هاي كل ما هاي زادت ايش هاي بدها تصير؟ بتقل. بتقل. كل ما زادت نحافته حيصير الكريتيكال لود له اقل او الكريتيكال ستريس اقل. طبيعي انت تخيل كل ما كان العمود انحف او كل ما كانت المسطره مساحه مقطعها صغير وطولها كبير هتحتاج لود اقل انك تطعجها، صح ولا لا؟ صح. طيب يا رب تكونوا صح صحيح. فإذا إحنا طلعنا الكريتيكال لود وطلعنا الكريتيكال ستريس. طيب مين بيحكي ليش إحنا مهتمين بالكريتيكال ستريس؟ لأنه هو الستريس اللي راح يصير عنده فيليا. طيب شو كمان؟ لأنه مربوط بالسلندرنس. والله جواب لأنه مربوط بالسلندرنس، منطقي. شو كمان؟ ولا خليكم تكتشفوها بالمحاضرة الجاي. رح أرجع أسأل نفس السؤال المحاضرة الجاي وبنشوف شو بيطلع معك. طيب فإذا R the radius of gyration with respect to the axis of buckling، صار الانبعاج على الإكس أكسس ولا صار الانبعاج على الواي أكسس. L على R the slenderness ratio، معامل النحافة. هسا بدنا نحل example ونشوف إنه الموضوع إن شاء الله مش صعب. حدا عنده سؤال أو استفسار لغاية اللحظة؟ طيب W 12 في 50 is used as column، يعني أنا استخدمت I section على شكل عمود to support an axial compressive load، عليه load قيمتها كم؟ 145 كيلو. انتوا هيك تخيلوا هيك العمود، طبعا انا ما راح كثير اعرف ارسم هيك العمود، يعني ان الكروس سكشن له اي 145 كيلو. The length طول هذا العمود كم؟ 20 قدم. And the end are bend، ليش حكالي انهم bend؟ عشان أعرف إنه أنا العلاقة بقدر أطبقها أو لا، صح ولا لا؟ كانت الشرط إنه يكون يا بن يا هنج الإند كونديشن.
without regard to load or resistance factor بحكي لي ما بدي تحل ال ار اف دي او تحل اي اس دي، انا بس بدي تشيك لي هل هذا الكولوم ستيبل او لا. بمعنى اخر، هل ال 145 حتسبب انبعاج بالعمود ولا لا؟ مش هيك معناتها؟ انا عندي عمود اي سكشن طبقت عليه 145، بحكي لي شيك ستابيليتي. الستابيليتي مربوطه بالبكلينج. طب كيف بدي اعرف البكلينج؟ بطلع البكلينج لود، وانا في عندي لود اكسترنال. اذا كانت هاي البي اكبر او تساوي البكلينج لود، ايش حيكون؟ انستابل، صح ولا لا؟ صح. طيب حكى لي ملاحظه مهمه، the grade of steel need not to be known. هل انا بحاجه اعرف الستيل A 36 او ستيل مثلا A 992 او شو يعني الجريد للستيل؟ لا، لانه مش ماتيريال فيلير او مش ماتيريال فيلير. وحتى بالقانون لو رجعنا للقوانين، هل جاب لي سيره الاف واي او الاف التيميت؟ لا لا، ما جاب لي سيرتهم، لانه زي ما حكينا هو ستابيليتي فيلير وليس ماتيريال فيلير. فخلينا نحل، ايش بحاجه احنا بس فقط ايش نعمل؟ نطبق، صح ولا لا؟ احنا بينفي عنا بي كريتيكال، البي بتساوي خلينا نحطها 145 كب، وبدنا نطلع البي كريتيكال اللي هي بتساوي باي تربيع طبعا بالكتاب هو خلص كتب هاي العلاقه، ربطها بالاريا و ال على ار، يعني العلاقتين صحيحات. انتوا عندكم بالكتاب كان كاتبها يعني سواء طبقت هاي العلاقة أو سواء طبقت باي تربيع إي آي عائل تربيع نفس الإشي، صح ولا لا؟ يا بربط الأريا مع الراديوس أوف جايريش، بربط الأريا مع السندرنس ريشيو، يا بربط الآي مع اللينكث. العلاقتين الثنتين بيودونا نفس الجواب. طيب بس أنا بفضل خلاص هسه من هون رايح كل شيء بالكولومز نتعامل مع سلندرنس ريشيو، تمام؟ طيب احنا عندنا دبليو 12 في 50، انت حاجه شو نعرف من التابل؟ اذا بدي احل على المعادله راديوس اوف جايريشن ار، وشو بحتاج كمان اعرف؟ الاريا. اذا بدي اطبق العلاقه، طب اذا بدي اطبق العلاقه الثانيه شو بحتاج اعرف؟ المومنت اوف انيرشيا، بس باي تربيع كونستانت 22 على 7 تربيع، الاي 29000 واللينث موجود عندي 20، فانا بحاجه من الجدول اني اطلع الاريا الجروس اريا واطلع المينيمم راديوس اوف جيريشن، او اذا بدي اطبق العلاقه الثانيه اخذ ايش المومنت اوف انيرشيا. خلينا نطلعهم مع بعض. طيب طيب احنا شو كان الشيب عندنا؟ دبليو كان دبليو 12 في 50، دبليو 12 في 50، هاي عندنا جداول دبليو 12 هاي في 50، كم الاريا؟ أربعتاش فاصلة ستة. هسا بروح على الصفحة اللي وراها عشان أشوف إما بدك تأخذ الآي مينيمم أو تأخذ الراديوس أوف جيريشن مينيمم. هاي عندي 50 دبليو 12 في 50، طبعا هو خلص يعني بما أنك أنت بالدبليو 12، هاي لاحظوا كاتب لي هون دبليو 12 لدبليو 10، وهون عندنا الويت، إحنا عارفين إنه الرقم الثاني هو الويت، فهي ال 50 دبليو 50. طيب ال R على ال X axis قيمتها 5.18 وال R على ال Y axis 1.96، مين المحور الأضعف ال Y ولا ال X؟ ال Y. ال Y. ال Y. يعني
الواي الراديوس اوف جيريشن له اقل، فالانبعاج حيصير احتماليته حوالين الواي اكبر من احتماليته حوالين الاكس، فاذا بختار الار واي. فاذا طلعنا الاريا جروس من التابل، اريا جروس قيمتها 14.6 انش سكوير، وار مينيمم اللي هي كانت قيمتها الار واي اللي هي قيمتها 1.96. هسه بدنا نطلع الكريتيكال لود. طبعا هو بيحاول يمشي بخطوات هاي، يعني شوفوا احنا عادي مو مباشره نقدر نروح نطبق على المعادله. الكتاب دائما بيحاول من خلال الاناليسز يمهد للديزاين، يعني بفرجيني الماكسيمم ال على ار اللي هي تعتمد على المينيمم ار، عشان يفرجيك قدام شوي انه احنا عشان نعمل ديزاين دائما لازم نطلع ال على ار بعدين نعمل ديزاين. تمام. طيب احنا مش بحاجه هاي الخطوه، بالديزاين نتعلم انه لازم نحسب ال على ار. فاذا بيجي على البي كريتيكال، تطبيق مباشر، باي تربيع اي في الاريا على ال على ار الكل تربيع، باي تربيع كونستانت الاي 29000 الاريا 14.6 على هاي كي اس اي هاي انش سكوير، يعني في كل شيء بدي ادخله كب وانش. اللينث عندي كم؟ 20 قدم، بدي احوله لانش، شو بعمل؟ ضرب 12. ف 20 ضرب 12 على الار مينيمم 1.96 الكل تربيع، الكل تربيع، فبيطلع معنا اليولر لود تطلع 278.9 كب. قديش كان البي المطبقة؟ 145. هل ال 145 حتعمل انبعاج بالعمود؟ لا ما حتعمل لأنها أقل. لا أقل. أنا بحاجة 278.9 عشان يصير في عندي instability أو يصير في عندي buckling بالعمود. هاي اللود اللي بتسبب buckling في العمود. اللود المطبق أقل فنانتو الكولوم stable، العمود مستقر وما حيصير فيه buckling. طبعا هون شو عمل؟ أخذ ratio بيناتهم عشان يحكي لي في عندي factor of safety قيمته 1.92. لغاية الآن حد عنده سؤال أو استفسار؟ مهندس بدي أسألك، لو استخدمنا الـ I مين راح يكون الأطول، يعني اللي هو الـ B والـ H؟ كيف الـ B والـ H؟ مش لما نحسب الـ Moment of Inertia راح نشتغل على قانون بي H تكعيب على 12؟ لا، الـ B H تكعيب على 12 لما يكون مستطيل السكشن. أنا عندي W I حرف I، كنا نطلعه I او او زائد اي دي سي تربيع، كنا نعمل له ترانسفير اذا متذكرين. فما بتحسبي حساب بطلعيه من الجدول. بي اتش تكعيب لما يكون الكروس سكشن ريكتانجل، ما بصير استخدمها لاشي غير الريكتانجل. هذا انا عندي الكروس سكشن هيو، هيك الكروس سكشن، هاي الكروس سكشن زي هيك، زي هاي الرسمة. ما بقدر استخدم علاقة الـ pH تكعيب إلا إذا كان built up، يعني المقطع built up، يعني حكالي أنا عملت عمود built up، أنا بنيته يعني رحمت المقاطع وكان الكروس سكشن مستطيل. وهذا الإشي يعني ما يعني ما ممكن نعمل filled encased column أو هيك، بس إنه ما بنعمل built up column بالعادة، يعني قصدي ما حتحتاج هاي العلاقة. والآي الموجودة بالتابلز هون، الآي الموجودة بالتابلز هون عندك الآي للإكس أكسس والآي للواي أكسس، هذول جبناهم زي ما حكيت لك هون. يعني إذا متذكرين، ما بعرف إذا متذكرين بالسترينث، كنتوا لما تطلعوا للآي شيب كنتوا تطلعوا للمستطيل الأول بي اتش تكعيب على 12، المستطيل الثاني بي اتش تكعيب على 12، المستطيل الثالث بي اتش تكعيب على 12. أنا بدي إياه حوالين السنترويد مثلا، حوالين الإكس أكسس إكس إكس، كنتوا تحكوا زائد تعملوا له ترانسفير، تحكي الاريا في المسافة بين السنتر والسنتر تربيع، اي دي تربيع، نفس الاشي هون.
اللي هي بارل اكسس ثيوريم. هي محسوبة جاهزة عندنا بالجدول، ما بحسبها. طب هون لسه برضو بختار القيمة الأقل من الجدول. أنت احكي لي نختار الأقل ولا الأكبر وليش؟ فكري فيها هيك شوي، بدي أعطيكي مجال فكري فيها. هاي بدي اكتب لك العلاقة، يمكن لأنه ها بتساوي باي تربيع اي اي على ال تربيع. انت احكي لي هيك هيك فكري شوي، وانتوا فكروا يا جماعة لاني حسألكم. أيوة أسمع الصمت. مهندس راح نختار الأقل. نختار الأقل، طب ليش؟ تعطيني سيفتي أكثر. لأنه حيكون المحور الأضعف، صح ولا لا؟ بالضبط. حيكون المحور الأضعف. جاوبناك يا علا؟ لا مهندسة تمام. تمام. هذا عنده سؤال أو استفسار؟ يعني أنا بدي أخذ القيمة الأقل للآي، لأن البي كريتيكال حتكون الأقل، هي اللي أكثر احتمالية أنها تسبب عندي فشل بالعمود، وما بقدر هسه ما حدا يعني بالامتحان يجتهد ويحسب لي الآي. ما بتقدر تحسبها إلا بدك تعمل بارل أكسس ثيوريم. هاي شغلة. شغلة ثانية، لو طلعتوا على مقاطع الستيل، وين صار؟ مش هذا البي دي اف، هذا البي دي اف. إذا بتلاحظوا هون في عندي تقوس، هون في عندي تقوس، هون في عندي تقوس، انت ما حتعرف تعمل تحسب حسابه بالكالكوليشنز، بينما هو بالتيبلز هذا محسوب حساب القيم اكزاكت، الاي هون والاي. ما بقدر يعني البي اتش تكعيب فقط للمستطيل، للمستطيل. حدا عنده سؤال او استفسار او ملاحظه بيحب يضيفها؟ مهندسه نعم. اذا كان عندنا ستوكي كولوم الار باخذها على الاكس انها بتكون هي الاضعف ولا حتكون واي؟ الستوكي كولوم شغله يختلف تماما، شغله لا يعتمد على سلندرنس ريشيو. تمام مهندس. تمام. لا يعتمد السلندرنس ريشيو، هي الحد يعني حد الفاصل بيناتهم، بلس هي اللي بتحكم العمود النحيف. العمود الطويل ماتيريال فيلر فشغل شيء ثاني. كويس سؤالك يا حنان، كويس سؤالك.